أن أعمل مراجعة سريعة للمحاضرة السابقة. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن البروجرامبل لوجيك ديفايسز. قلنا أنه يوجد نوعان، فيكسد فانكشن لوجيك ديفايسز وبروجرامبل لوجيك ديفايسز، وتحدثنا عن مزايا المجموعتين. تكلمنا عن الادفانتجز البروجرامبل لوجيك ديفايسز اللي هي الليست بورد سبيس، الهاي سبيد، الليست كوست الى اخره، وصنفنا البي ال دي الى سمبل بي ال دي وكومبلكس بي ال دي، وتكلمنا عن البي اي ال وبي ال اي وجي اي ال. كذلك شرحنا مقدمة مبسطة عن الـ FPGA اللي هي الـ Field Programmable Gate Arrays، وقلنا يتكون من ثلاث أجزاء رئيسية اللي هي جميعها Programmable Configurable Logic Blocks اللي هي الجزء الأساسي للـ FPGA، والسويتش ماتريكس اللي يعتبر حلقة الوصل بين مجموعة الـ CLBs. وكذلك تحدثنا عن الـ Input Output Blocks اللي، وأيضا قلنا أنها أيضا Reprogrammable. هذه الأجهزة وغيرها من الأجهزة يمكن إعادة برمجتها بشكل مبسط بكل سهولة عن طريق استخدام لغة برمجة خاصة بها، وهي ما نسميه بـ HDL، أو بعبارة أخرى Hardware Description Language. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الفرق بين Software Programming والHardware Programming. فالـ Software Programming قلنا هي التنفيذ تتم عن طريق المايكرو بروسيسور، وآليتها بتتابع سيريال، الأوامر يتم تنفيذها واحدة تلو الأخرى. بالنسبة للهاردوير بروجرامينج، الهاردوير بروجرامينج الحقيقة هي وصف للكيان المادي أو الديسكريبتر أو ديسكريبشن للكيان المادي. تنفيذها على أجهزة الـ PLDs تتم بطريقة الكونكرنت أو بارلل. فموضوع محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون عن لغة برمجة خاصة بالـ PLD وهي الـ HDL أو الـ VHDL الخاصة لبرمجة الـ PLDs. أي أسئلة بالنسبة للمحاضرة السابقة؟ أستمع إلى أسئلتكم طلاب. الظاهر ما عندهم أسئلة أستاذ. لغة البرمجة في اتش دي ال هي أحد لغات البرمجة الخاصة بالكيان المادي. أولا، ما معنى ال في اتش دي ال؟ في اتش دي ال stands for في اتش اس اي سي Hardware Description Language. إذا عرفنا أن ال H من الهاردوير والدي من الديسكريبشن والـ L من لانجويج، والـ V حقيقة هي جاية من هاي الكلمة V. ماكو شير للشاشة أستاذ، ما يظهر عليكم الشاشة؟ تمام.
ظهر الشاشة؟ نعم ظهرت الساعة. نعم. فال VHDL جاية من عبارة VHSIC Hardware Encryption Language. هي الحروف الأولى من هذه العبارة أخذت VHDL. الحرف V جاية من هاي الكلمة VHSIC. هي بحد ذاتها يعني لنا Very High Speed Integrated Circuit. إذن VHDL يعني به Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. اللي قلنا أنه غاية منها هي Describe the Behavior of the Electronic Circuit or System. يوصف عمل أو Architecture أو بنية النظام الإلكتروني أو الدائرة الإلكترونية. منها راح ننفذ أو منها راح يكون تنفيذ الفيزيكال سيركت. من هذا الوصف راح يتم تنفيذ الفيزيكال سيركت اللي هي الدائرة الإلكترونية اللي هي تكون غالبا تكون موجودة لكن ما يعطينا أي function. هي موجودة داخل PLD. مع استخدام هذا الوصف ومع تسقيط هذا الوصف إلى PLD راح يعطيني هذا الجهاز الآلية أو الفانكشن اللي أنا أريدها اللي أنا برمجتها. فهذا الستاندرد للـ HDL الـ IEEE ستاندرد 1076 ستاندرد هي الخاصة للـ HDL. أول ستاندرد أنتجتها أو أصدرتها الـ IEEE للـ HDL أو الـ Hardware Description Language. بعد أن أكتب برنامج بلغة VHDL الحقيقة ممكن أستخدمها إما لبرمجة شريحة FPGA قد تكون جاية من أي شركة التيرا زاينكس إلى آخره أو أنه ممكن أرسلها إلى الشركة للتصنيع إلى الفابريكيشن أنه يصنع من هذا الوصف جهاز قائم بحد ذاته ASIC نسميه ASIC. الASIC تكلمنا عنها Application Specific Integrated Circuit. Application Specific Integrated Circuit يعني بدل ما أبرمج شريحة FPGA أرسلها إلى المصنع حتى يصنعوا لي شريحة خاصة للبرنامج للسيستم. يكون عندي سيستم خاص أو سيستم قائم بحد ذاته. نعم حاليا many complex commercial chips are designed using such an approach. في السوق في سوق العمل هذا التصميم أثبت فاعليته أنه تصميم مفيد من جميع النواحي تقريبا. فخلال عمل التصنيع المايكرو كنترولرز والمايكرو بروسيسرز استخدموا أو يستخدم هذه الطريقة بشكل واسع. وهذه العبارة تأكيد أنه الستيتمنتس للـ VHDL هي parallel. يعني إذا كان عندي 3 statement number of statements 1, 2, 3 إلى N كل هذه statements تتنفذ في نفس الوقت تنفيذها في نفس الوقت. إذا ممكن أنه أكتب رقم 2 statements بهذا الشكل 2, 3, 1 أي ترتيب أكتبها ما يهم لأن التنفيذ كما قلنا هي parallel. الـ HDL design flow قلنا أنه في السوق العمل أنه many microcontrollers microprocessors يستخدم هذا الـ approach
ما هي هذا الابروش؟ يعني هي ال VHDL design flow. هذه الدايجرام او الفلو تشارت عندي او يمثل لي عملية الديزاين. الديزاين تبدأ ب VHDL entry، نعني به كتابة البرنامج. VHDL entry يعني كتابة البرنامج، كتابة البرنامج بلغة ال VHDL. بعد ما أكتب البرنامج عندي عملية الكومبايليشن بكل لغات البرمجة. بعد عملية كتابة البرنامج في لغة سي، في لغة ماتلاب، عندي عملية تسمى كومبايليشن. عملية الكومبايليشن في لغات البرمجة هي عملية تحويل النصوص المكتوبة إلى أوبجكت فايل بحيث يتنفذ على المايكرو بروسيسور. هنا عملية الكومبايليشن هي عملية تحويل البرنامج إلى get level، إلى net list أو إلى بوابات. إذن هي عملية تحويل إلى circuit، عملية تحويل البرنامج من كتابات من نصوص إلى circuit. هاي عملية الكومبايليشن. تم واضح شنو الاختلاف بين الكومبايليشن بالنسبة لـ HDL وبالنسبة لباقي لغات البرمجة؟ أسمع منكم. نعم واضح. نعم. هذه الصورة أيضا يوضح لي هذا البرنامج يتحول إلى سيركت. بعد ما أتحول البرنامج إلى سيركت عندي عملية Optimization. معروف عندكم الاوبتمايزيشن هي الوصول الى الحاله المثلى. هذه الصوره يوضح لي عمليه الاوبتمايزيشن ما هي. احد هذه يعني عندي اذا كان عندي هذا البرنامج، هذا البرنامج اللي هي تمثل لي فول ادر، بعد عمليه الكومبايليشن راح يظهر عندي أحد هذه التصميمات، إما هذا الشكل أو هذا الشكل أو هذا الشكل. عملية الأوبتمايزيشن راح يختار لي أقل عدد ممكن أو حسب الكريتيريا، يعني مو شرط أقل عدد ممكن من البوابات، حسب الكريتيريا. سواء إذا كان عندي الكريتيريا أريا فيختار عندي أقل عدد ممكن من البوابات. إذا كان عندي الكريتيريا السبيد، السرعة المطلوبة، فيختار أفضل المسارات، يعطيني بحيث يعطيني الدائرة أسرع أداء. فإذا عملية الأوبتمايزيشن هنا يعتمد على كريتيريا. أنا الأوبتمايزيشن على أي متغير عندي، إما على متغير الأداء أو متغير المساحة. بعد عملية الأوبتمايزيشن راح يظهر عندي التصميم Optimized، Optimized Nest List أو Get Level. هنا ممكن أنه أعمل Simulation للدائرة، أعمل Simulation. إذا كان التصميم مناسب أو حقق المتطلبات تصميم، فأنتقل إلى الخطوة الأخرى البليس أند راوت. إذا كان التصميم غير مرضي، الأداء غير مرضي، أنا ما رضيته على الأداء، فأرجع إلى من؟ أرجع مرة ثانية لتغيير البرنامج، أغير في البرنامج حتى يحقق لي الأداء المطلوب. أشوف وين عندي مشكلة، شنو السبب. بافتراض أنه في السيميوليشن عندي البرنامج أعطى أداء جيد أو مقبول، فأنتقل إلى عملية البريس أند راوت. عملية البريس أند راوت تحويل الجيت ليفل أو تصميم الجيت ليفل، هذه أيضا عبارة عن
ملف في الحاسبة، هذا الملف راح ينتقل يتحول إلى يسقط على الشريحة. بعدها ممكن أنه أعمل لهذا الشريحة simulation، هنا نسمي simulation test، نسميه فحص test مو simulation، هنا simulation داخل الحاسبة، هذا simulation فحص للجهاز نفسه. فإذا كان عندي أيضا إذا كان عندي مشكلة في الأداء أيضا ممكن أرجع إلى VHDL Entry، أرجع للبرنامج أعيد كتابتها أصحح الأخطاء حتى يعطيني الأداء المطلوب. وإذا ما تكون مشكلة ممكن أنه أسوقها أو أستخدمها لتنفيذ العمليات. الجزء هذه سميناها Synthesis أو تركيب. بعض الخطوات البسيطة هي Design Flow. بالنسبة لهذا الجزء الأول إلى هذا الحد يتق على عاتق المستخدم على اليوزر. اليوزر يدخل برنامج ويدخل constraints، يدخل criteria constraints أو criteria أو الأداء اللي يريده من البرنامج، نسبة الأداء كم هي. هذه الأجزاء البقية طبعاً عدا simulation والتست تقع على عاتق الـ EDA، الـ EDA tools أو Electronic Design Automation tools، اللي هي يعني برامج أو tools موجودة عندنا. Xilinx أصدرت الـ ISE Design Suite اللي يعطيني هذه العمليات كلها. فأنا ما لي علاقة بهاي العمليات كيف تصير كيف تتم، هي عمليات جدا معقدة، كل هاي يتكفل بها الـ EDA tools. نحن في مرحلة الـ VHDL Entry، جميع عملنا راح تكون في مرحلة VHDL Entry في مرحلة كتابة البرنامج. أحد عنده سؤال؟ ماكو أسئلة؟ إذن ننتقل إلى الكود ستراكشر. لغة الـ VHDL فيها Code Structure قسم إلى ثلاث أجزاء: Library Declaration، Entity، Architecture. راح نأتي إلى كل جزء على واحدة ونوضح شنو هي شنو معناها الـ Library والـ Entity والـ Architecture. الـ Library بالنسبة للغة سي عندكم أيضا مكتبات برمجية تكتبوها بهذا الشكل include مثلا stdio.h، هنا نفس الحالة عندي مكتبات برمجية أستدعيها، لأن هذه استدعاء عملي أو استدعاء المكتبات البرمجية الخاصة بلغة الـ HTML. بالنسبة للـ Entity، الـ Entity يوصف لي السيركت من المنظور الخارجي، يعني من الإدخال والإخراج، كم إدخال عندي للسيركت وكم إدخال عندي للسيركت وما هي الإدخالات هذه وما هي الإخراجات. بالنسبة للأركيتكتشر يوصف لي الجزء الداخلي داخل السيركت، ايش عندي من بوابات.
ناتي الى الجزء الاول library declarations. كيف تتم library؟ عبارة عن collection of commonly used pieces of code. Placing such pieces inside the library shows them to be reused or shared by other designers. إذا ممكن أستضع هاي المكتبات البرمجية اللي يحمل بداخلها functions يسهل لي الكثير من الأمور أثناء عملية البرمجة. عملية الاستدعاء للLibraries باستخدام الكيورد Library مطبوعا باسم المكتبة البرمجية Library Name ومطبوعا بسيميكولون. سيميكولون دائما هي نهاية السطر في هذه في لغة البرمج HDL. سيميكولون هي نهاية السطر مشابه للغة C. بعد استدعاء اللايبراري ممكن استدعي اجزاء منها. يوز استخدم ايضا هذا كيورد اخر يوز لايبراري نيم دوت باكيج نيم هذا جزء من اللايبراري دوت باكيج بارتس ممكن انه استخدم جزء من هذا الباكيج او كل الباكيج ممكن استخدمها. عندي هذه الأمثلة library IEEE إذن library keyword و IEEE مكتبة برمجية استدعيت هذه المكتبة البرمجية use IEEE.stdlogic1164 هذه شنو؟ عبارة عن package هذه اسم الpackage .all يعني كل الأجزاء كل الأجزاء وسيميكولون يمثل نهاية البرنامج نهاية العفو نهاية السطر. أوكي عندي التعليقات ممكن أستخدم شارحة بهذا الشكل وأكتب أي تعليق هذا الجزء ما راح يتنفذ عبارة عن تعليق للسطر semicolon indicates the end of statement. مكتبة برمجية أخرى std أيضا بهذا الشكل استدعينا use std standard.all. شوف هنا أيضا تعليق آخر declaration why double dash هذه يمثل لي comment أو تعليق. مكتبة برمجية أخرى work ومكتبة أخرى Unisim استخدم منها unisim.vcomponents.all. هذه بالنسبة لجزء Libraries. داخل Library قلنا موجودة Package. داخل Package موجود Functions, Procedures, Components, Constants, Types. هذه ما نأتي خلال السنة إن شاء الله خلال دراستنا راح نتعرف شنو معنى الفانكشنز شنو البروسيجر والكومبوننت وايضا الكونستانت يعني لي الى اخره. اجي للجزء الاخر من الكود ستراكشر اللي هي قلنا الانتيتي. انتيتي از ا ليست وذ سبيسيفيكيشن اوف اول انبوت اوتبوت. اذا الانتيتي وصف لجميع الانبوت والاوتبوت للسيركت للبورتس انبوت بورت واوتبوت بورت. السينتاكس للانتيتي لاحظ تكون بهذه الصوره. عندي هذا الكيورد انتيتي اكتبها بعدها فراغ انتيتي نيم اسم الانتيتي وبعدها ايضا هذا كيورد اس. لاحظ نقارنها بهذا المثال انتيتي ناند جيت اس. اذا عندي اسم الانتيتي شنو ناند جيت اس هي ايضا كيورد اخر بورت بعد البورت عندي قوسين قوس مفتوح هنا
وقوس أسده هنا بعد ما أسرد جميع البورتس أسد القوس وأخلي فارزة منقوطة سيمي كولون وأنهي الانتيتي end entity متبوعا باسم الانتيتي entity name نفس الاسم هنا وهنا يجب أن يكون مطابق. وهي لغة هذه اللغة يعني حساس بالنسبة للسينتاكس يجب أن تكون عندنا دقة في أنه نحقق السينتاكس نفسها يعني ما يكون عندي خطأ. القوس تغيير مكان القوس يمثل حالة أخرى يعني يسبب لي مشكلة. وهنا البورت نيم صيغة البورت نيم أكتبها بهذا الشكل بورت نيم كولون نقطتين عندي سيجنال مود وعندي أيضا سيجنال تايب كل بورت أكتبها بهذا الصورة الاسم والمود وأيضا التايب. نأتي إلى مثال بورت أي أي شنو هي الاسم البورت نقطتين المود لها المود لها إن والتايب لها STD Logic هذه التايب والمود هنا إن. فهاي الجمل يمثل لي full adder entity full adder is يعني راح تكون عندي هنا مستطيل بهذا الشكل عبارة عن full adder. عندي كم إدخال عندي المودس إذا إن يمثل لي إدخال فإذا هنا يصف لي أي وبي وسي إن إدخالات. وعندي إذا كان المود أوت يمثل لي إخراج فعندي الإس وعندي السي أوت يمثل لي الإخراج. طلاب واضح الانتيتي القصد من الانتيتي الانتيتي يوصف يوصف كما منظور من العالم الخارجي او خارج السيركت شنو هي من انبوت واوتبوت. نؤكد مره اخرى على السينتاكس يجب ان تكتب كما هي في السينتاكس. لاحظ عندي هنا قوس ممكن انه ادمج عندي طالما ان الاي وبي من نفس النوعيه فاخلي فارزه واكتب ان على سطر واحد هنا فارزه منقوطه واكس اخراج هنا القوس القوس وبعدها الفارزه المنقوطه يعني ما ممكن اكتب هنا الفارزه المنقوطه دائما آخر input آخر port عندي كتابتها مع القوس أول port يبدي مع القوس وبعد القوس عندي فارزة منقوطة. راح نتكلم عن السيجنال مود. السيجنال مود كم حالة راح ياخذ عندي؟ عندي أربع حالات بالنسبة للسيجنال مود إما تكون إن أو آوت أو إن وآوت أو بفر. الإن واضح هي إدخال والآوت أيضا واضح إخراج. الإن آوت ممكن أستخدمه كإدخال وممكن أستخدمه كإخراج. البفر output signal must be read internally يعني هي إخراج بشكل مبدئي إخراج لكن ممكن أنه أقراها داخل السيركت عندي هنا راجع للسيركت هي نفس الإخراج ممكن أقراها ممكن أستخدمها كإن
على عكس الان اوت. الان اوت البيانات تجي من مما من الخارج فنقول عليه اوت، او يخرج من السيركت نقول عليه العفو، اذا كان جاي من الخارج ان، اذا كان خارج من السيركت فهي اوت. بالنسبه للبفر هي في كل الاحوال خارج من السيركت، لكن ممكن انه اقراها داخليا داخل السيركت ممكن اقراها. اتكلم عن السيجنال تايب. السيجنال تايب راح نجي الى بعض منها، اما تكون بت او اس تي دي لوجيك او انتيجر، هذه نناقشها فيما بعد. Discussed later. واخيرا اي اسم النيم البورت نيم ممكن تستخدم اي اسم عدا الريزيرفد ووردز دي او الكي ووردز للاتش دي. يعني ما ممكن انه استخدم ان كاسم كبورت اسم بورت، ما ممكن، لان يعني هي الان والان اوت هي كي ووردز خاصه للاتش دي. انتقل الى الاركيتكتشر. اركيتكتشر قلنا هي اللي يوصف لي داخل السيركت، ما موجود داخل السيركت راح نكتبه هنا. اذا برمجتي راح تكون وين؟ داخل الاركيتكتشر. السنتاكس لها بالشكل الاتي. اركيتكتشر هنا بعدها هذه كيورد، كيورد architecture name of of عندي شنو keyword ثابت، يعني من اقول keyword معناها ثابت ما راح يتغير. هنا ال entity name اسم ال entity is is ايضا keyword. بين هذا الجزء وال begin، ال begin ايضا عندي keyword. عندي declarations او تعريفات. ذكرون في لغات البرمجة كنا نعرف variables متغيرات، فإذا المتغيرات عندي راح يكون هنا declarations، وأيضا المتغيرات عندي نوعين يختلف عن سائر لغات البرمجة. هنا أيضا المتغيرات هناك أنواع مو نوع واحد مو نوعين فقط، إذا نعرف أنه يختلف عن باقي لغات البرمجة. وهنا عندي الـ end end architecture أيضا الـ end keyword architecture name هذا الاسم، هنا نفس الاسم راح تكون. البرنامج عندي الكود نكتبها بين الـ begin والـ architecture، الكود بين الـ begin والـ architecture. راح ناخذ هذا المثال. لاحظ عندي اللايبراري اي تربل اي، عرفت اللايبراري والانتيتي دي فليب فلوب اس البورت. عرفت الادخال والاخراج، كم ادخال عندي؟ عندي دي وعندي كلوك وعندي الريست. اذا عندي الدي والكلوك والريست من المود ان، والتايب لها std logic، وعندي الاخراج كيو الكيو اوت، المود لها اوت std logic، وحققت السينتاكس ان دي اف اف. دي اف اف عندي هي شنو؟ النيم الانتيتي نيم. الاركيتكتشر راح ابدي الاركيتكتشر وبيجن. هنا ما عندي تعريف متغيرات فأتركه فارغ، ما عندي تعريف متغيرات. برنامجي بين البيجن والاند. لاحظ architecture behavior of DFF. DFF هذا الاسم. إذن هنا راح يعرف البرنامج، يعرف انه هذا الاركيتكتشر
تابعه لمن؟ تابعه لهذا الانتيتي، لان هذا الاركتكتشر عائديتها لهذا الانتيتي. بهذا الشكل راح يعرف انه قد يكون عندي عده انتيتيز وعده اركتكتشرات في برنامج واحد، فالاركتكتشر اكتبها بهذا الصوره اوف، اعطيه اسم الانتيتي، راح يعرف انه هذا الجزء تابع لي هذا الانتيتي. في مثالنا هذا write HDL code to synthesize the following circuit: the flip-flop with a synchronous reset. ما معنى asynchronous reset؟ أسمع منكم إجابات طلاب. تسمعوني؟ نعم استاذ صوتك واضح. نعم استاذ ممكن تعيد السؤال؟ الاسينكرونوس ريسيت، ايش معنى اسينكرونوس؟ شنو الفرق بين السينكرونوس والاسينكرونوس؟ هنا عندي التصميم لدي فليب فلوب، اسينكرونوس ريسيت. عندي الأمثلة مبنية على أنه عندكم أساس علمي من مرحلة سابقة في التصاميم الرقمية في الديجيتال ديزاين، يعني كان أخذتم يفترض أنه تعرفون شنو السنكرونوس والأسنكرونوس، ما معناها وما معنى الكلوك، كلوك سيجنال. فالأمثلة اللي عندي هي مبنية على أساس أنه عندكم معلومات أولية، فإذا ما كان عندكم هذه المعلومات راح تلاقون صعوبة شوية. أستاذ هذه ما كم مرت علينا يعني بالديجيتال ديزاين. نعم عندي الكلوك سيجنال تكون بهذا الشكل، دائما الكلوك سيجنال تكون بهذا الصورة، انه كل مرة الكلوك يتغير من صفر الى واحد، من واحد الى صفر، حسب تردد معين اللي هو نسميه تردد العمل. تردد عمل الدائرة هي الكلوك. اذا كان عندي أي إدخال سواء ريسيت أو إدخال آخر، فلنفرض الإنيبل، ممكن أنه يكون متزامن مع الكلوك أو غير متزامن مع الكلوك. إذا كان متزامن مع الكلوك نسميه سينكرونوس. لاحظ هنا بهذا الشكل الريسيت، يعني على سبيل تقريب، يعني الصورة ما تمثل 100%، إنما على سبيل تقريب المعنى، لاحظ أن الكلوك مع الريسيت في نفس الزمن، فهذه نسميه متزامن. هنا هذا الجزء قد يكون شوية في اختلاف، فيقول عليه أسينكرونوس،
ما يكون مع متزامن مع الكلوك نفسه. أو بعبارة أخرى أن الإدخال إذا كان محكوم بالكلوك فنسميه سنكرونوس. إذا كان الإدخال غير محكوم بالكلوك نسميه أسنكرونوس، غير متزامن. ولاحظ عندي هذا الدي فليب فلوب، عندي إدخال دي وعندي إدخال كلوك وريسيت. في المحاضرة السابقة أو اليوم أيضا أشرنا إلى أنه الـ HDL code inherently concurrent، يعني أي جملة أكتبها جملة واحد، جملة اثنين، جملة ثلاثة، راح يكون عندي تنفيذها في نفس الوقت parallel أو concurrent. أحياناً أحتاج إلى تنفيذ جمل بالتتابع، يعني عندي بلوك من الكود، هذا البلوك، هذه الجمل أريدها ما تتنفذ في نفس الوقت، أريدها تتنفذ بالتتابع، يعني ينفذ لي الجملة واحد وبعدها ينفذ لي جملة اثنين بعدها ثلاثة، أو بسيكوينشيال، بطريقة سيكوينشيال. فحتى أجبر الـ HDL language أنه ما ينفذها بطريقة الكونكرنت، ينفذ لي إياها بطريقة السيكوينشيال، كأنه عندي مايكرو بروسيسر جاي ينفذ، فعندي آلية اللي هي البروسيس، هاي الكيوورد البروسيس يعطيني إمكانية أنه أحول التنفيذ من البارالل الى السيريال، تنفيذ الجمل من الكونكرنت الى السيكوينشيال. فهذه كانه عندي استدعيته مايكرو بروسيسر، من اكتب هذه الصوره كانه استدعيته مايكرو بروسيسر وادخل له هنا الانستركشنز حتى ينفذها. بروسيس بيجين، هاي السينتاكس لها، بروسيس قوس، اسد القوس، هنا يكون عندي السنسيتيفيتي ليست، يعني هنا راح يكون عندي ادخالات لهذا البروسيس، يعني هذا البروسيس ايمتى يتنفذ، من يكون عندي هنا ادخالات، هذه الادخالات راح يحكم البروسيس بالتنفيذ، كانه هذه الادخالات راح يعمل لي البروسيس اون begin، وهنا sequential code. إذن هاي الجمل اللي أكتبها تتنفذ بيا طريقة. أسألكم هذا السؤال، منو يجاوب؟ طلاب راح ارجع اقرا اشوف الحضور هل موجودين انتم او لا. احمد رعد جاسم، نعم استاذ. امجد زكي ابراهيم، نعم استاذ. ابتهال رمضان، نعم استاذ. اسراء طلال، نعم استاذ. آية حسين، نعم استاذ. آية محمد، نعم استاذ. إيلاف وافر، نعم استاذ. حكم مروان، حكم نعم مروان استاذ. حنين نعم نزار استاذ. حنين نزار، حنين ما موجودة.
ديانا عدنان. ديانا. روبا رافع. نعم أستاذ. رحمة يونس. نعم أستاذ. رفل محمد. نعم أستاذ. ريم خالدون. نعم أستاذ. زينب خالد. عفوا أستاذ. زينب خالد. زينة سفيان. نعم أستاذ. سالم فالح. نعم أستاذ. إذن راح نقرأ باقي الحضور نهاية المحاضرة إن شاء الله. فسؤالي هنا كان البروسيس، ما فائدة البروسيس حتى أعرف هل أنتم متابعين معي أو لا؟ أستاذ، قلنا أنه إذا ما نريد ننفذ كل الإعازات بصورة parallel راح نستخدم الإعاز حتى ننفذها كسيكوينس متتابعة. جيد. فإذا كأنه البروسيس هي استدعاء لمايكرو بروسيسر لجزء بسيط أو مايكرو بروسيسر صغير ينفذ لي عدة إعازات. ألاحظ حتى أنفذ هذا الدي فليب فلوب اللايبراري والإنتيتي، واضح كيف أكتبها. أجي إلى الأركيتكتشر والبيجين، راح أستدعي بروسيس إلى الإند بروسيس، هذه راح ينفذ لي دي اف اف بهذا الشكل. قلنا بروسيس يوجد فيها شنو سنسيتيفيتي ليست، يعني سنسيتيفيتي ليست يعني الإشارات اللي يحكم بتنفيذ هذا البروسيس. من يحكم البروسيس؟ يحكمها الكلوك، واحدة منها. الثانية الريسيت الار اس تي. بعبارة أخرى أي واحدة يتغير عندي، الكلوك إذا تحول من الصفر إلى الواحد راح ينفذ هذا البروسيس. الريسيت إذا تحول من الصفر إلى الواحد أيضا ينفذ هذا البروسيس. فعندي جملة if statement phdl يكتب بهذا الصورة، if reset equal 1، يعني هذا الريسيت إذا صار واحد، يعني كان صفر صار واحد بهذا الشكل. إذا الريسيت واحد الاوتبوت شو راح يكون عندي؟ الكيو راح يكون صفر، كيو يساوي صفر. فلاحظ هذا الريسيت محكوم بالكلوك او لا؟ ما محكوم بالكلوك، لهذا سميناه اسنكرونوز ريسيت، غير متزامن مع الكلوك. تكملة الإف ستيتمنت بإلز إف، إلز إف إذا كان عندي كلوك، هذا الكلوك تيك إيفنت اكتبه بهذا الصورة، يعني هذا يعني لي أنه صار حدث بالكلوك. الحدث شنو معناها؟ أنه إما انتقل من الصفر إلى الواحد أو من الواحد انتقل إلى الصفر، هذه event. إذا خلي في بالك دائما الـ event معناها أنه في الإشارة يكون عندي انتقال إما من الصفر إلى الواحد أو من الواحد إلى الصفر، هذه نسميه event. هاي عملية الآن مع الكلوك يساوي الواحد،
يعني صار عندي شنو الكلوك قيمته واحد. إذا هاي الجملتين راح يكشف لي الحافة الصاعدة للكلوك. يعني هنا صار عندي حدث أنه انتقل الكلوك من صفر إلى واحد أو من واحد إلى صفر، وأيضا والكلوك صار واحد. إذا معناه هذه الحافة الصاعدة. لو قلت الكلوك يساوي صفر، معناه هذه شنو؟ يعطيني الحافة النازلة. هاي عملية الكشف، الحافة الصاعدة والحافة النازلة بالنسبة للكلوك. إذا صار عندي كلوك إيفنت وصار عندي الكلوك يساوي واحد، فصار عندي إذن حافة صاعدة للكلوك. هنا ايش راح يكون عندي الإخراج؟ then الكيو يساوي دي. الدي فليب فلوب معروفة عندنا التروت تيبل لها للدي فليب فلوب، أنه عندي دي وعندي كيو. إذا كان صفر كيو صفر، إذا كان واحد كيو واحد، فإذا الكيو يساوي ماذا؟ يساوي دي. وهذا التروت تيبل للدي فليب فلوب. إذا سؤال، هذا الدي فليب فلوب يعمل على الحافة الصاعدة أم على الحافة النازلة؟ أريد منكم جواب. سالم فالح جاوبني. نعم أستاذ. نعم. ألو أستاذ. نعم جاوبني. السؤال كان هذا الدي فليب فلوب اللي صممناه يعمل على أي حافة، النازلة أو الصاعدة؟ صار النازلة. لا خطأ. لا قلنا يعني هذا الشرح، يعني أنا هسه قبل شوية قلتها الكلوك إيفنت والآند كلوك يساوي واحد، صار واحد يكشف لي هاي الحافة. لو قلت كلوك يساوي صفر كان كشف لي هاي الحافة، هاي الحافة الصاعدة وهاي الحافة النازلة. أكيد عندكم علم شنو هي الحافة الصاعدة والحافة النازلة. ترجموا لي باش بالإنجليزي شو تسموه؟ أستاذ rising edge و falling edge. نعم. إذا هاي العبارة يكشف لي شنو؟ الرايزنج ايج. لو كتبت كلوك يساوي صفر لكشف لي الفولنج ايج. وهذا الفليب فلوب يعمل في الحافة الصاعدة أو الرايزنج ايج. إذا هذه الرايزنج ايج. مثال آخر. Write HDL code to synthesis the following circuit. D flip flop plus NAND gate. عندي A و B و Q إخراج و clock. لاحظ هنا عندي جزئين، هذا الجزء process وهذا الجزء هي اللي ينفذ لي الناند جيت. لاحظ التنفيذ الكونكرنت، هذا الجزء in concurrent مع هذا الجزء مع الدي فليب فلوب في نفس الوقت، موجودات في نفس الوقت. فأنا ممكن هذا التيم هذه الجملة أكتبها هنا. إذا كتبتوها هنا ما راح يختلف شيء عندي، يعني اثنين الجمل ممكن أقلب مكاناتها، لكن داخل البروسيس الجمل متسلسلة وما يمكن أنه أغير هذا التسلسل. فهذا البروسيس ينفذ لي الدي فليب فلوب،
وهذه العبارة ينفذ لي الناند جيت. راح أقرأ لكم الحل لها. library مع اليوس اي واضح. entity راح اكتب الاسم دي فليب فلوب ودناند جيت. هاي اسم الانتيتي اس اي وبي وكلوك. المود لها ان والتايب لها بيت. وكيو عندي الاخراج. المود لها اوت والتايب بيت. وانهي الانتيتي and DFF with NAND gate. Architecture behavioral of DFF with NAND gate. يعني هذه راح يأشر لي على هذا الانتيتي. S. قلنا هذا الجزء بين البيجن والاركيتكتشر خاص لتعريف المتغيرات. أنا عندي هذا الخط يمثل لي متغير. هذا الخط يمثل لي متغير. هذا النوع نسميه signal. هنا ما راح أسميه متغير، راح أسميه signal. signal أو إشارة. عندي هذا الإشارة، عندي هذا الخط عبارة عن إشارة، فأسميه signal وأسميه باسم. هذا الاسم مؤقت temp. ممكن تسميه أي اسم، ممكن تسميه ABC نقطتين. والتايب لها بت. التايب لها شوف لازم انه يوافق التايب الموجود عندي في الادخال والاخراج بت. بيجين راح انفذ هذه البوابه. شنو هذا البوابه؟ عباره عن ناند جيت. فهذا السيجنال عندي التمب يساوي اي ناند بي. اوكي هذا الجزء، هذا السطر راح يعطيني هاي البوابة اثناء التنفيذ. والدي فليب فلوب قلنا في المثال السابق انه ممكن انفذها باستخدام البروسيس. البروسيس هنا من يحكم لي في عمل الدي فليب فلوب؟ يحكم لي الكلوك. داخل الاقواس راح اكتب كلوك، لان بتغيير الكلوك راح تتغير عندي قيمة الدي فليب فلوب. begin if clock tick event and clock يساوي واحد. ايضا هذه راح يكشف الرايزنج ايدج. then راح يساوي الكيو. الكيو راح يساوي temp، راح يساوي هذا السيجنال. and the f and the process. هاي للإف وهاي للبروسيس نهاية وهاي الإند للأركيتكتشر إند بيهافير. لاحظ هنا بهذا الدي فليب فلوب ما عندي ريسيت، فأحتاج فقط إلى عبارة إف واحدة وما عندي إلس إف. طلاب لحد هنا عندكم أي أسئلة؟ أي شيء ما واضح حتى نعيدها؟ واضح أستاذ. عندكم هذا الهومورك. write HDL code for the circuit. ولاحظ ان هذه السيركت بيورلي كومباينيشنال، سو ا بروسيس از نوت نيسيسري. هنا كلها كومباينيشنال. رايت ان اكسبريشن فور دي يوزينج اونلي لوجيكال اوبريتورز، باستخدام فقط اند اور ناند نوت. ممكن هذا السؤال تحله في بسطر واحد، بسطر واحد، او ممكن تجزئه الى اجزاء. إذا أجزأ إلى أجزاء راح أحتاج إلى أنه أعرف سيجنال. هاي سيجنال أسميه S1 وهذا السيجنال أسميه S2 سيجنال 2.
يعني بالاركيتكشر راح اعرف سيجنال S1 و S2. فراح اكتب داخل البيجين بعد البيجين راح اكتب S1 يساوي ماذا يساوي ال S1؟ A and B و S2 راح يساوي S1 or not C. هنا عندي هاي ال not not C وعندي ال D راح يساوي ال D راح يساوي S2 هاي البوابة NAND NAND مع ال A NAND A. فهاي الثلاث جمل ينفذ لي هاي الدائرة. فأيضا راح أنزلها homework حتى ترسلوا لي الحل إن شاء الله. هنا عندي برنامج آخر، أحد البرامج أيضاً الأولية أو كمقدمة للـ HDL، اخترت لكم البرنامج الكاونتر، الكاونتر أو العداد. لاحظ عندي العداد عندي إدخال كلوك، فهذا الإدخال الكلوك إن، المود لها إن، ونوعيتها STD Logic. فالتايب اللي أخذناه قبل شوية كان بت، لأن عندي تايب آخر STD Logic نوعية أخرى، وعندي الريسيت لتصفير العداد in STD Logic، وعندي الإنيبل عندي لتفعيل العداد، وعندي الكاونت أو الإخراج. لاحظ انه نوعية المود لها اوت والتايب هي اللوجيك فيكتور 3 داون تو 0. الاستيدي لوجيك معناها عندي 1 بت هذا الجزء فياخذ اما 0 او 1. الاستيدي لوجيك فيكتور معناها عندي مجموعة من البتات، إذا كان الرينج لها 3 down to 0 معناه عندي هذا البت 3 وعندي 2 و1 و0 معناها كم بت عندي 1 2 3 4. إذا هاي المجموعة راح يحمل لي رقم، فهذا العداد ممكن أن يعد لي من 0 0 0 إلى 1111 اللي هو شنو الـ F، يعني من صفر العداد راح يعد لي من الصفر إلى الـ F بالهكسا. ولاحظ عملية تنفيذ هذا الكاونتر كيف تتم. راح أعرف سيجنال متغير داخلي سيجنال بري كاونت أو العد الأولي، راح يكون متغير وسطي للكاونتر STD Logic Vector 3 down to 0 راح يأخذ نفس هذا الحجم، لأن هي العداد الوسطي أو الوقتي اللي أستخدمه داخل عملية العد. وبما أنه عملية العد عندي sequential ممكن أنفذها باستخدام process، بروسيس المتحكم للكاونتر شنو عندي الكلوك والريسيت والإنيبل. راح أبدي بالإف ستيتمنت begin، هذا الـ begin للأركيتكتشر
هذا البيجن للبروسيس. if reset equal 1 then reset معناها تصفير العداد، فبري كاونت راح يكون عندي شنو؟ راح يكون عندي صفر، اربع اصفار. else if اذا ما كان الريسيت واحد، اذا ما كان الريسيت واحد فراح يتحكم الكلوك، مع الكلوك مع كل نبضه من الكلوك راح يتغير عندي الكاونتر قيمته، راح يزداد بمقدار واحد. هذه الكلوك واحد and clock tick event. اسال سؤال، هاي ايش معناها؟ من يجاوبني؟ انتظر منكم جواب طلاب. قصي؟ نعم استاذ معك. نعم، فسألته شنو معنى هذا الكلوك واحد والكلوك تيك ايفنت، شنو يكشف لي؟ والله استاذ صراحة كان عندي اتصال، فهاي آخر خمس دقائق ما انتبهت على المحاضرة. نعم آخر خمس دقائق، لا قبل. اوكي البقية من يجاوب؟ يعني يفترض انه تكونون مع المحاضرة، اي اسئلة اسألها تجاوبوني، هي مناقشة يعني، ما أنا ممكن أعطيكم إياه تسجيل حتى تكون المناقشة وجه بوجه، فيفترض أنه تكونون متابعين للمحاضرة. رجاء نرجع إلى موضوعنا، الـ else if clock واحد and clock event، هذه راح يكشف الحافة الصاعدة للكلوك. الحافة الصاعدة للكلوك راح أشوف الإنيبل، then هنا أشوف الإنيبل، إذا كان الإنيبل واحد يعني العداد لها تمكين، فأزيد العداد بمقدار واحد. البري كاونت راح يساوي بري كاونت زائد واحد plus one، وأنهي الـ if statement الأولى، أنهي الـ statement الثانية، وأنهي الـ process، وراح أكتب الـ count يساوي، هذه الـ count هي شنو؟ الإخراج، هذا الإخراج راح يساوي pre count العداد الوقتي اللي عرفناه. الكاونتر تيست بنش، التيست بنش في كل دائرة أحتاج إلى ملف آخر، في كل برنامج أحتاج إلى ملف آخر نسميه تيست بنش. هذا التيست بنش خاص لفحص أو إجراء عملية السيميوليشن للدائرة. فلاحظ بهذا الرسم، أنا صممت دائرة الكاونتر، عندي إدخالات ثلاثة لدائرة الكاونتر، الكلوك والريسيت والإنيبل، هذه كتبناها في البرنامج السابق، هنا هاي دائرة الكاونتر. أنا أحتاج أعمل لها تيست أو أعمل لها سيميليشن، فإذا نحتاج إلى تيست بنش، التيست بنش راح يولد لي الكلوك
لوك جينيريتر، هاي كلها داخل الحاسبة، داخل برنامج الحاسبة. يعني قبل ما أسقط هذا البرنامج إلى الكيت، الكلوك جينيريتر راح يولد لي ويولد لي الريسيت لوجيك والإنيبل لوجيك. هذه التيست كيس أنا أعطيها كما أريد، أو راح أخذ احتمالات الإدخال. هنا راح أحتاج الريسيت لوجيك صفر مرة صفر مرة واحد، الإنيبل أحتاج مرة صفر ومرة واحد. فإذا كم احتمال راح يكون عندي؟ راح يكون عندي أربع احتمالات، صفر 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 واحد واحد صفر واحد واحد، هاي بالنسبة للريسيت، والآخر بالنسبة للإنيبل. وأيضا الكلوك جنريتر راح يكون الجنريتر للكلوك أو الجنريشن بهذا الشكل، كل مرة يتغير من صفر إلى واحد ومن الواحد إلى الصفر. الكلوك راح تكون بهذا الصورة، بهذه الصورة راح تكون كلوك. وعند الريسيت احتمالين صفر، وهذا الاحتمال واحد، هذا واحد. في حالة الواحد الريسيت يجب أن يكون الإخراج عندي صفر هنا. في حالة الإنيبل صفر يعني الدائرة ما ممكنة، فما راح يزداد عندي الإخراج. في حالة الإنيبل واحد الدائرة لها تمكين، فراح يزداد عندي في كل نبضة كلوك راح يزداد الإخراج بمقدار واحد. فراح إذن راح يكون عندي عد واحد اثنين ثلاثة إلى ال D إلى ال F. هنا أيضا رجع ال Enable صفر، فمعناها راح يبقى الباقي باقي العد بقيمة ال D، ما راح يزداد. التست بنش فايل الأسلوب لها تكون بهاي الصورة. ثم راح تنفذوها في المختبر، الانتيتي بهذا الشكل ما بها لا إدخال ولا إخراج. الأركيتكتشر الكاونتر تي بي راجع لهذه، وراح أستدعي الكومبوننت. بالكومبوننت أستدعي الكاونتر، الدائرة اللي عملناها كاونتر، هذه عملية استدعاء نسميه استدعاء. الدائرة اللي صممناها في المثال السابق، البرنامج السابق، استدعيها داخل التست بنش فايل بهذا الشكل. راح اكتب كومبوننت واسم الدائرة كاونتر، واكتب البورت لها، بورت كاونت وكلوك وانيبل، جميع البورتات اكتبها حتى تتم عملية الاستدعاء. راح أعرف signals للتست بنش، signal للكلوك أعطيه قيمة صفر، وريسيت وإنيبل قيمة أولية كلها راح أعطيها صفر، وسيجنال كاونت. وأبدي البرنامج أو أبدي التست بنش فايل بهذا الشكل. هنا كان عندي عملية استدعاء لمن؟ للكاونتر. وهنا راح يكون عندي الكاونتر عملية البورت مابينج للكاونتر. عملية البورت مابينج راح اكتب DUT، اي اسم ممكن تكتب هنا، ديفايس اندر تيست كاونتر. هذه البرنامج اللي استدعيناه اللي هو الكاونتر اللي صممناه، واكتب البورت ماب لها الكاونت، يعني البورت الكاونت الخاص بالكاونتر راح يروح الى من؟ يروح الى السيجنال، السيجنال الكاونت، هاي السيجنال اللي عرفناه، هذا السيجنال كاونت وهذا البورت ماب كاونت، كل واحده شكل. هذه موجوده، هذا الكاونت موجوده في الكومبوننت اللي هو الكاونتر اللي هو في البرنامج السابق. هذا السيجنال كاونت داخل التست بنش فايل.
ايضا نشوف اختلاف بين هذا الكلوك وهذا الكلوك. هذه موجوده داخل الكومبوننت وهذه موجوده داخل التست بنج فايل. الريسيت والانيبل كذلك. فانا راح اقوم بربط بين السيجنالز الموجوده في التست بنج فايل مع الكاونتر المستدعى. فعمليه الربط تتم بهذا الشكل: count الى count وclock الى clock, enable الى enable وreset الى reset. طلاب واضح هاي عملية الربط كيف تتم؟ نعم واضح استاذ. باقي الطلبة واضح جابوا لي واضح جاي. هنا راح ابدي اولد الكلوك، معناه راح اولد هاي الإشارة. هاي الإشارة كيف اولدها؟ راح احتاج لها process begin with، بمعنى انتظر for 1 نانو سكند، ينتظر لمقدار 1 نانو سكند. ورا الانتظار هذه راح يولد شنو؟ الكلوك يساوي not clock. الكلوك يساوي not clock، يعني دائما الكلوك اذا كان صفر يعمله واحد، واذا كان واحد يعمله صفر. لهذا راح يطلع عندي الكلوك بهذا الشكل. ومدة الانتظار هذه الواحد نانو سكند يعطيني الزمن، زمن الكلوك. فهذه الواحد نانو سكند هاي مدة الانتظار. فإذا التردد راح يكون عندي التايم البريود 2 نانو سكند، 2 نانو سكند. والتردد احسبوها f يساوي 1 على 2 نانو سكند، او بمعنى نصف جيجا هرتز او ميجا هرتز، هاي تاكدوا منها مقلوب النانو، نصف جيجا هرتز. التردد بهاي الصوره ينحسب، لان هذا الجزء راح يولد لي الكلوك. بقت عندي الريسيت والانيبل، راح اولدها في هذا الجزء ستيمولس بروسيس هاي سيميليشن. ويت فور 5 نانو سكند، انتظر لي 5 نانو سكند الريسيت اعمله 1. هذه انتظار 5 نانو سكند، عملت الريسيت 1. وبعدها راح انتظر بمقدار 4 نانو سكند اعمل الريسيت 0. هذه راح يرجع 0. وايضا انتظر بمقدار 4 نانو سكند الانيبل اعمله 1. هاي الانيبل راح يكون عندي قيمته 1. من صار الانيبل 1 وانتظر لي الى ما لا نهايه، هوني انتظار الى ما لا نهايه، معنى اشوف الاخراج، اشوف بالتنفيذ اثناء السيميليشن راح الاحظ الكاونتر شلون يزداد من 0 الى 1 2 الى اخره. هذه ان شاء الله راح تاخذوها في المختبر. لان الشيء اللي اريد اكد عليها هنا هي انه عندي برنامجين، برنامج للسيركت نفسها. في مثالنا هذا استخدمنا كاونتر وكتبنا لبرنامج لتنفيذها بهاي الصورة. حتى أتحقق من عمل هذا الكاونتر أحتاج إلى تيست بنش فايل، برنامج آخر نسميه تيست بنش. في هذا التيست بنش أستدعي البرنامج السابق، أستدعي الكاونتر وأعطي قيم للإدخالات وأشوف الإخراج، مونيتر أو تشيك للإخراج.
عملية الاستدعاء باستخدام الأمر component باستخدام الكيورد component وend component، وأحتاج بداخل هذا البرنامج إلى إشارات signals حتى أعطيه لها قيم وأتحقق منها. يعني بعبارة أخرى أنه عندي التست بنش هذا الجزء هذا الشكل، استدعيته الكاونتر، أنا هنا راح أحتاج إلى signals، هنا راح أحتاج إلى signals clock و enable و count، راح أستدعي الكاونتر هذه الاستدعاء وراح أقوم بعملية الربط بين الإدخالات والإخراجات. عملية الربط باستخدام الأمر port map، باستخدام الأمر port map تتم عملية الربط. قلنا أيضا هذه count عائدة للكومبوننت الأساسي وهذا الكاونت عائدة للتست بنش. بعدها أعطي قيم لهاي الإشارات. الكلوك عرفنا كيف نولده، بروسيس خاص لتوليد الكلوك هاي دائما موجودة، وبروسيس خاص لباقي الإشارات. هاي الإشارات تتولد بشكل متسلسل، إذا ردت إشارتين في نفس الوقت يتغير أغير إشارتين أو أكثر في نفس الوقت، كل إشارة أعمل لها بروسيس خاص بينه. يعني هنا الريسيت والإنيبل واحد بعد الآخر تنفذ عندي بهذا الشكل هذا الانتظار، بينما لو ردت الريسيت والإنيبل أغيره في نفس الوقت فأعمل بروسيس خاص للريسيت وبروسيس آخر للإنيبل.